إلهي أعطني سكون الريح أكون ثابت، مو يوم هالشكل يوم هالشكل. أبو هريرة من أصحاب رسول الله، يعلم الله في هذا الزمان في كل لحظة كم ألف مرة اسم أبي هريرة في الإذاعات، في التلفزيونات، في الإنترنت، في الجرائد، في المجلات، شكد أكو الكلام الذي نقله عنه أصدقاء أبي هريرة وأعداؤه، هذه الجملة المعروفة: الصلاة خلف علي أتم، واللقمة مع معاوية أبسم، والوقوف على التل أسلم. هذا عند سكون ريح، هذا مترجح. في صفين وقت الصلاة يجي يصلي خلف أمير المؤمنين، وقت الغداء والعشاء والريوق يروح مع معاوية، من تقوم الحرب يروح يوقف على التل يتفرج يباوع، ومن أصحاب رسول الله.